ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاعي، فيديو النهارده هشارككم كده يوم مطبخي ونشوف هنعمل اكل ايه فيه. بنسمي الله ونبدا مع بعض. هنعمل معانا سمك بلطي بالصلصه اهو، انا جبته وغسلته سايباه كده في ميه بملح. وهنعمل معاه رز صياديه، وهنعمل جزء منه مقلي. رز الصياديه طبعا انا عندي جزء متبقي معايا كده، الكميه دي متبقيه انا شايلاها في الفريزر. اليوم اللي انا بخلص فيه الاكله لو هيتبقى رز بروح حاطاه كده في كيس من اكياس الثلاجه وشايلاه في الفريزر. بطلعه بقى وهوريكم كده وانا بستعمله مع الرز اللي انا هعمله النهارده. الرز الصياديه طبعا سهل وبسيط ولذيذ في نفس الوقت. بنستخدم فيه ايه؟ دي كميه من البصل، انا طبعا مش هستخدمها كلها في الرز لان انا مش هعمل غير كوبايه من الرز جانب ايه الرز المتبقي عندي. كمية البصل دي انا هستخدم منها للصلصة بتاعت السمك، وكمان هستخدم منها للرز. المادة الدهنية معايا هنا زيت الذرة، كمان معانا هنا عصير طماطم عشان الصلصة طبعا. اما البهارات والتوابل بتاعتي فانا مش هستخدم غير الكمون والملح والفلفل. ونروح مع بعض كده على البوتاجاز طبعا لان الجو حر، وطبعا ما بنحبش نقف كتير في المطبخ ونسهل على نفسنا. فانا حطيت حلتين، دي هعمل فيها الصلصه بتاعه السمك، والحله الثانيه هعمل فيها الرز. كده ولعت عليهم يسخنوا عشان تبقى الوقفه واحده بقى والشغل على البوتاجاز كده واحد. هقسم بقى كميه البصل، طبعا هاخد كميه صغيره للرز اهي كده زي ما انتم شايفين. انا قسمتها الكميه الكبيره اليمين دي للصلصه وكميه صغيره للرز. الزيت يسخن وهنزل بالبصل. بتاع الرز الصياديه سهل وبسيط وكتير مننا يعني استاذ فيه، بس انا طبعا حبيت ان انا اوريه لكم بالمره جنب الصلصه عشان ايه حبايبنا العرايس لسه يدخلوا المطبخ لاول مره يشوفوا ان شاء الله يستفيدوا. هنا كده الزيت بتاعي سخن، هنزل بقى بالبصل هنا زي ما انتم شايفين بالصلصه. هنقلب على طول، وكمان هنزل بالحله الثانيه للرز. طبعا الرز محتاج ان البصل فيه بقى اغمق من الصلصه لحد ما يسخن كده ويبتدي يلون. هرجع لكم تاني عشان ما نطولش. هنحط كده رشه بسيطه من الملح على البصل بتاع الصلصه، كمان على البصل بتاع الرز. هروح شوف اعمل حاجة كده على ما البصل يتحمر. البصل بتاع الصلصة اتحمر تمام، وانزل عليه الطماطم. كمان البصل بتاع الرز اتحمر اهو، انا كنت رافعاه بس من على النار على ما احط الصلصه. هبتدي انزل عليه بعيار الميه بتاعي، نقلب هنا. وهنجيب بقى التوابل الملح والفلفل. بس هنا زي ما انتم شايفين ان البصله اتحمرت اهي بتاعت الرز. استني اللون ينزل بالميه. انا حاطه كوبايه من الرز، بس ايه هحط كوبايه من الميه وهدوي شويه كمان عشان تستوي كويس. نولع عليها.
بالنسبه للرز انا هحط له التوابل بتاعته، عباره عن كمون اهو، معلقه صغيره كده من الكمون، ونظبط الملح بتاعه حسب الرغبه، والصلصه بتاعه السمك هنا هنحط عليها الملح، والفلفل الاسود، حابه تزودي كمون مفيش مشكله، بس انا بحب اعملها كده من غير كمون بتبقى لذيذه وجميله. نسيب الميه بتاعه الرز تغلي ونيجي واحنا بنزوده نشوفها كده بتاعتنا بتتثبت. وعلى العين الثانيه الميه بتاعه الرز غليت، وانا غسلت طبعا الرز بتاعنا، هنزل بقى بالرز بتاعنا، انا بسيبها تغلي غلوتين كده عشان ايه البصل يعمل لون في الميه مع الكمون. بسم الله، وخليكم معايا كده عشان اوريكم الرز اللي احنا كنا شايلينه من الفريزر، هنرجعه تاني كانه رز لسه مطبوخ النهارده، ازاي نوفر كده في الظروف اللي احنا فيها دي كده وما نرميش حاجه، عشان كل حاجه طبعا هنرميها او نبذر فيها هنتحاسب عليها. نزلت كمية الرز، هنظبط المية بتاعته وهنسيبه لما يغلي وهدي عليه النار، ولما يتشرب نشوف كده هنعمل ايه. الخطوة الرز بتاعنا جميل ازاي، لونه كده دهبي متفق، هو كده خلاص قرب يتشرب اهو، قدامه دقيقة كده ونشوف ايه كده. حبايبي الرز بتاعنا اهو تحفة جميل، واو ده اتشرب. هنبتدي بقى ايه نسمي اللي كده، ونجيب الرز بتاعنا اللي هو كان متبقي معانا. انا فضيت الرز على في الحله اهو، الرز اللي هو كان متبقي في الفريزر انا مش هقلب فيه ولا حاجه، بس انا هديت عليه النار خالص جدا جدا، لما هيسخن هبتدي اقلبه في الرز الايه الطازه اللي انا عملته. قربت تتسبك اهي زي ما انتم شايفينها، وهجهز بقى ايه السمك. مش هعمل بس غير السمكتين دولت في الصلصة، وهعمل الباقي مقلي. انا هنا محضرة كده الخلطة بتاعت حشو السمك اهي، انا عاملاها كده وشايلاها في علبة في الفريزر، هحشي منها السمك وبعدين هشيل السمكتين بالطريقة دي كده، مليت القلب بتاعهم كده والراس بالحشو اهي. طبعا الخلطة ما بتعمليها وبتشيليها بتسهل عليكي كتير جدا في الفريزر. ونروح نشوف كده، انا جبت السمكتين بتوعي والدقيق، هبتدي بقى ابدرهم في الدقيق وهنروح نقليهم مع بعض. بسم الله، انا طبعا مش عامله كميه كبيره لان انا وزوجي بس اللي بناكل الاسماك، اما الاولاد بياكلوا حاجه تانية. انا عامله لهم النهارده شيش طاووق، وانا منزلاه قبل كده في قناتي فانا ما صورتوش معاكم، ودي مأساة الام المصريه اللي عندها ذوقين او رايين او اكتر في الاكلات، بتبقى حاجه متعبه جدا خصوصا في الحر اللي احنا فيه ده. تقفي تعملي طبعا صنفين ثلاثه كده مع بعض، الحمد لله يعني ربنا يدينا الصحه ويهديهم جميعا ويصلح حالهم. اهو كده انا بدرت السمكتين وهنروح كده نقليهم. في بيحب يحط مع الدقيق ملح وكمون وشويه نشا، بس انا بفضل ان انا احط الدقيق كده بس مفيهوش اي حاجه. على البوتاجاز الزيت بتاعي سخن، هبتدي انفض السمك بتاعنا من الدقيق كده، بسم الله كده وانزله في الطاسه. طبعا انا الزيت بتاعي سخن كويس، بس هبتدي بقى بعد ما احطه وهدي النار عشان طبعا ايه ما يتحرقش او يطلع ني، يبقى محمر من بره ومن جوه ني، فاحنا بنهدي النار افضل. بسم الله، واحطهم كده في الطاسه على بعض. هنا كده الصلصه زي ما انتم شايفين متسبكه بتاعت السمك، هبتدي ازود عليها تلت كوبايه من الميه، وهسيبها تغلي وهقطع عليها عشان تبقى جاهزه لما السمك يتحمر ننزل عليها، ننزل عليه في الصلصه. اما هنا في الحلقه الرز، طبعا الرز سخن زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده، هبتدي بقى اديله تقليبه من تحت على فوق، اجيب بقى ايه اللي انا عاملاه على اللي كان متفرج، وكله بيبقى ايه نفس الطعم ونفس السوا ونفس النكهه.
اهم، ما تفرقهمش عن بعض باي حاجه خالص. اهو زي ما انتم شايفين كده المنظر ده، بتكون تقليبه حلوه. وهفضل برده مهديه النار على ما كله يستوي في قلب بعضه. نشوف هنعمل ايه. بتاعتنا غليت اهي، هبتدي اطفي عليها لحد ما اخلص. انا علبت السمك اخد لون ذهبي بس لسه طبعا عايز يتحمر تاني، ولما يجي زي ما شايفين كده انا قلبت السمك للمره الثانيه اهو، خلاص كده هو قرب يستوي. وزي ما شايفين هنا حطيت بقى الشيش للجروب الثاني اللي بيبقى الاسماك، ونشوفه لما يستوي هنا. كده زي ما شايفين السمكتين بتوعنا هم اتحمروا شكلهم جميل. هنبتدي بقى ننزل على الصلصه، او ننزل بيهم في الصلصه. سمي الله، نحطهم كده بالمسك ونحطهم في الصلصه. انا مش هولع عليهم تاني، هما بقى ايه هيتشربوا الصلصه ويبقوا تمام وجاهزين للتقديم. ونشوفهم بقى بعد ما الرز يستوي الاكل كله. قلبت السمكتين بتوعي بالمنظر الجميل ده اهو جوه الصلصه، ونسيبهم. كده حبايبي بيكون ده الشكل النهائي للاكله بتاعتنا النهارده، السمك البلطي المقلي الجميل اهو زي ما انتم شايفين، وده اللي بصلصه. حابين تغرفوا الصلصه عليه ما فيش مشكله، احنا بنحطها لوحدها كده عشان بناخد منها الرز. وده الرز بتاعنا البصل الجميل اهو، وطبق السلطه البلدي الخطير اساسي طبعا. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده ولو بحاجه بسيطه، واشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.